طيب ايه بقى مشكله الحيوان المنوي ده؟ مشاكله ايه؟ اول حاجه اللي بيقلل عدد وحركه الحيوان المنوي ده، احنا قلنا احنا نعتمد اساسا، احنا بنتكلم عند الرجال دلوقتي، بنعتمد اساسا على الحيوان المنوي. الحيوان المنوي ده بيقل ليه؟ وحركته بتقل ليه؟ وعنده تشوهات ليه؟ حاجات كتير جدا. اقول لك الاسباب بسرعه. اول حاجه دوله الخصيه. دوله الخصيه ديك اورده متضخمه تحت الجلد في الخصيه، بتعمل حاجه اسمها دوله الخصيه، دي بتاثر على عدد وحركه الحيوان المنوي، ودي بيبقى محتاج ليها عمليه. بس برافو عليك. او علاج. حلو كده؟ او علاج. تمام. دي واحد. اثنين، وجود عدوى بكتيريه داخل الخصيه، يعني في التهاب بيموت عدد الحيوانات، بيموت الحيوان المنوي، لان الحيوان المنوي ده كائن حي زي ما انت شايفاه بيجري كده، فهو لما بيبقى فيه التهاب بص سيلزي عن صديد يعني فبيموته. ثلاثة، في حاجة اسمها القذف المرتجع، يعني لما بيجي يقذف لبره بيقذف عكسي. اضطرابات المناعة عند الراجل، المناعة الذاتية اللي عند الراجل فيها وناس يبقى عندهم مناعة بتهاجم الحيوان المنوي تقلل عدده وحركته. الأورام السرطانية برضه بتأثر على عدد وحركة الحيوان المنوي. حاجة اسمها الخصية المعلقة بتؤثر على عدد وحركة الحيوان المنوي. في حاجة عنده هرمونات اللي هي اف اس اتش، ال اتش، مجموعة هرمونات موجودة في الجسم، بيبقى اختلال الهرمونات دي يؤدي إلى قلة عدد وحركة الحيوان المنوي. الحيوان المنوي بيطلع في انبوبه، بيطلع من الخصيه لحد ما يقذف بره في انبوبه، لو الانبوبه دي مسدوده ما بيطلعش الحيوان المنوي بره، يبقى انسداد الانابيب برده مشكله. الادويه خاصه الادويه اللي بتعالج الكانسر، ربنا يديش في كل الناس يا رب. تدخين وشرب الخمر وتعاطي المخدرات ده من احد اهم الاسباب اللي هي تؤدي الى قله عدد وحركه الحيوان المنوي وبالتالي ما يخلفش. تقول لك ده زي الوحش، هو زي الوحش بس عمال يشرب مخدرات. النهارده ربنا يعافينا ويعافي الناس كلها يا رب في مصر وفي كل الدول العربية، شغالين دلوقتي عايز اقول لك نسبة عدد الشباب اللي بيشربوا مخدرات كتيرة جدا. طبعا ربنا يا رب يشفيهم. وبقى حاجة عادية انه يشرب حشيش ويشرب هيروين ويشرب مخدرات. دي مشكلة كبيرة جدا. الشرب المخدرات ده بيؤثر على انتاج الحيوان المنوي. الخصية هي مصنع الحيوانات المنوية، فلما يبقى الخصية عندك مشكلة فيها والهرمونات عندها مشكلة فيها فتؤثر على عدد وحركة الحيوان المنوي. تمام. التعرض للمواد الكيماوية مثل شغالة في الأشعاعات والحاجات دي برضه بيأثر على انتاج الحيوان المنوي. تعرض للإشعاع والأشعة السينية. ارتفاع درجة حرارة الخصيتين. ده برضو سبب مهم، لأن الناس بيلبسوا الأندر ويرز أو الملابس الداخلية بتاعتهم بتبقى ضيقة قوي وبتعمل مشكلة عندهم. يبقى احنا قلنا أسباب عامة تؤدي الى عدد وحركه الحيوان المنوي تقلل. واسباب تانيه احنا يعني في ناس مش واخده بالها منها، ان هي ممكن تاثر في موضوع الانجاب وتسبب عقم. طبعا زي ما حضرتك قلت اللبس. طبعا كل الحاجات دي يعني اللبس ده حاجه بسيطه ممكن تبقى ممكن مش واخد باله ومش عارف، ولكن ده بيؤدي الى ارتفاع درجه حرارة. انت بتتكلمي في حيوان منوي بيصنع داخل الخصيه. الحيوان المنوي ده لو الخصيه درجه حراره عاليه حصل لها التهاب المصنع هيبوظ. زي انت عندك مصنع ملابس مثلا وتلاقي المكن ما فيهوش كهرباء مش هيشتغل، البنات اللي شغالين على المكن مش موجودين مش هيشتغل. يبقى اذا الحيوان المنوي عدده وحركته هو اساس في الحمل. احنا بنتكلم عند الرجال والعقم عند الرجال واسبابه، قلنا اسباب العقم عند الرجال.